السلام عليكم، كل عشاق ومحب للسفر مصطفى يحييكم. ان شاء الله بنبدأ رحلة جديدة من جاكرتا لدبي. هيكون في فيديوهات تانية ان شاء الله موجودة عن مدينة دبي. ودلوقتي وصلنا مطار سوكرنو هاتا الدولي، اكبر مطار موجود في اندونيسيا. وزي ما انتم شايفين دلوقتي، عشان تستخدم المصعد في مطار سوكرنو هاتا ما بتلمسش بإيدك أي حاجة خالص، وده شيء مميز. ومن داخل الطيارة، عالمية واحدة من أكبر شركات الطيران على مستوى العالم، شركة طيران الإمارات. كان لي الحظ إن أنا أول مرة أسافر على متن خطوط الجوية الإماراتية. الحمد لله وصلنا مطار دبي. هنا قبل ما نروح على الجمارك، في لازم مطار دبي يتاخد مسحة من كل زائر لكشف الكورونا، والمسحة دي بتكون إجبارية ومجانية. انت بس كل ما عليك انت بتحمل التطبيق بتاع المعمل اللي موجود، وخلال يوم او يومين بيطلع لك النتيجة اذا كان ايجابي لا قدر الله او سلبي. دلوقتي وصلت الفندق، وان شاء الله هيكون في فيديو شامل عن الفندق اللي انا قاعد فيه. وفي النهاية ما تبخلوش عليا بلايك وشير واشتراك.